نذهب الآن إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. لفت المواطنين الأمريكيين في أي مكان حول العالم خلال الأيام القادمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة تتعاون مع كافة الأطراف، واليوم في هذه اللحظة الأمر يتسم بالجودة المرتفعة، حيث قمنا بتحرير المواطنين الأمريكيين بعد تحمل الكثير من الأعباء أكثر مما تتخيلوا، وقد عانى عائلاتهم كثيرا حتى وصولهم، وفي هذه اللحظة نحن نحتفي بعودتهم. وفي النهاية أود أن أقول لكم جميعا أنه من خلال هذه الجهود المضنية المبذولة ومن خلال التعاون من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين، الرئيس بايدن أوضح تماما أنه مستعد تماما لاتخاذ قرارات هامة وحاسمة، وهناك الكثير من الأولويات. الرئيس ليس لديه أولويات أكبر من أن يتم إعادة أي محتجز من المواطنين الأمريكيين وعودتهم إلى موطنهم، وهذا هو الهدف والأولوية الأولى للرئيس جو بايدن. هل تتوقعون أي محادثات غير مباشرة مع الطرف الإيراني بشأن هذه العمليات وهذه الصفقة؟ هناك أمرين. في البداية أود أن أوضح لكم أن هذه العملية وإجراءاتها وهذه المشاركة من أجل تحرير المحتجزين الأمريكيين من إيران كان أمرا منفصلا من خلال الكثير من الشراكات الأخرى مع إيران. بغض النظر عما يحدث، الأمر لا يتعلق فقط بإعادة التركيز على الصفقة النووية والاتفاق النووي، الأمر منفصل تماما، الأمر لا يتعلق بأي من الموضوعات الأخرى التي نتعاون فيها مع إيران. نحن مصرين ولا زال لدينا رغبة في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتعامل مع إيران في كثير من الملفات والقضايا التي نحن نعترض عليها والكثير من الدول التي تعترض على هذه الإجراءات. وفي نفس الوقت عندما يتعلق الأمر ربما بأحد الأولويات فيما يتعلق بالبرنامج النووي، نعتقد أن الطرق الدبلوماسية هي الطرق المثلى للحصول على النتائج المرغوبة الإيجابية كما حدث سابقا في الاتفاق النووي الإيراني، وسوف نستمر في هذه المساعي الدبلوماسية واستغلال كافة الفرص المتاحة للشراكة وتعزيز التبادل والحوار. ولكن الرئيس بايدن أوضح تماما أنه متعهد بأن تكون إيران خالية من السلاح النووي. لا أتوقع أي شيء خلال هذا الأسبوع. نحن نركز اليوم على عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين من إيران، وهذا أمر لم يكن نحققه بدون التعاون والشراكة والإصرار على مدار عمل لمدة 8 أعوام، وكان هذا هو محل التركيز اليوم. شكرا جزيلا. في الحقيقة عندما قمنا بالمقابلة مع رفقائنا ومدراؤنا، وأيضا لم يصل المحتجزين إلى قطر حتى الآن، ولكن كما ذكرت من قبل دولتين على وجه الخصوص لعبا دورا حيويا في إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين. فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين بدول الخليج العربي، قمنا بالحديث مع كافة الأطراف بشأن كافة الموضوعات المتعلقة بالعلاقة مع إيران، وهي تعتبر أحد التحديات لكل دولة بشكل منفصل وبالنسبة لنا. وفي هذا السياق هناك الكثير من الجهود التي نتناولها من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين إلى بلادهم، وكل طرف دعم هذه الجهود من جانبنا. وأما فيما يتعلق بالموارد، أعتقد من الأهمية بمكان أن يكون لدينا فكرة واضحة عما يتضمن هذا الأمر. كما تعلمون هذا يشتمل على الوصول من جانب إيران إلى أموالهم، الأموال التي
قاموا بجمعها في البنوك الكورية بسبب مبيعات النفط والتي لم تكن هذه المبيعات بشكل قانوني في ذلك الوقت. ومن اليوم الأول من هذه العمليات فإن العقوبات من جانبنا كانت تركز على هذه الإجراءات واستخدام الموارد هذه للأغراض الإنسانية فقط، لأنها الهدف الأساسي لنا ليس الإضرار بالشعب الإيراني ولكن المشكلة الأساسية مع النظام الإيراني فقط. فمن البداية تماما هذه الأموال الإيرانية التي تم احتجازها في البنوك الكورية كانت متاحة دائما لإيران لاستخدامها للأغراض الإنسانية فقط، ولكن لأسباب تقنية كثيرة لم يكنهم الوصول إلى هذه الأموال في البنوك، فبالتالي تم إطلاق سراح الأموال ونقلها إلى بنوك مختلفة، ولدينا مراقبة تامة لكيفية استخدامها، ويمكن استخدامها فقط للأغراض الإنسانية. ولدينا بالفعل ثقة كبيرة في هذه الإجراءات والمراقبة الفعالة. وبكل حال الإدارة تضع أولوية على هذه الآليات المتخذة لمراقبة صرف هذه الأموال لهذه الأغراض، فبالتالي نحن واثقين تماما أن الأموال الإيرانية التي سوف تكون متاحة بشكل يسير إلى إيران نتيجة للإجراءات التي اتخذوها سوف تكون فقط للأغراض الإنسانية، ولدينا كثير من الآليات والسبل لضمان تحقيق هذا الغرض. إذن تابعنا هذا الجانب من كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش الاجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتحدث عن الصفقة التي تمت بالفعل اليوم وتم الإعلان عنها المتعلقة بتبادل السجناء الأمريكيين والإيرانيين، وهذا هذه الصفقة التي تمت بوساطة قطرية وجرى الإعداد لها خلال أشهر. قال إنه قمنا بتحرير المواطنين الأمريكيين، العائلات أو عائلات هؤلاء المواطنين عانوا كثيرا حتى وصولهم إلى الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة تحتفي بوصول هؤلاء الأمريكيين، وأولويات الرئيس الأمريكي وهو مستعد لاتخاذ أي قرارات حاسمة أولوياته تتعلق بأي مواطن أمريكي محتجز في أي دولة.